وللحديث أكثر حول هذا المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية ينضم معنا مراسل التغيير من بغداد بدر الركابي. أهلا بك بدر. ويعني قبل قليل كان هناك مؤتمر لوزارة الداخلية حول الحدود مع سوريا، فحدثنا أكثر عن أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي. نعم، يا تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. قبل قليل انتهى المؤتمر الأمني هنا داخل قيادة قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية من قبل قائد قوات الحدود الفريق محمد سكر، بالإضافة أيضا إلى الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري. هذا المؤتمر أتى في ظل التطورات الأمنية التي تشهد المنطقة، لا سيما عند الجانب السوري والحدود الغربية من العراق، وبالتالي هذا المؤتمر أتى كخطوة تطمينية وتوضيحية عن الأوضاع الأمنية في العراق، وأيضا مدى سيطرة القوات الأمنية على الشريط الحدودي لا سيما مع الجانب السوري الذي يبلغ بقرابة 618 كيلومتر. يعني المؤتمر بدأ برسائل تطمينية تحدث بها سيد الفريق بأن يعني الحدود هنا مؤمنة بشكل كامل. نتحدث عن جهود هي ليست يعني بدأ العمل فيها منذ وقت قريب، وإنما نتحدث عن سنتين فيها عمل متواصل بخطوات تتابعية مرسومة من أجل تأمين الحدود بشكل كامل. إذا ما تحدثنا مثلا عن خندق شقي، تم يعني خندق شقي تم وضعه بمسافة 3 أمتار، بالإضافة أيضا إلى جدار كونكريتي، مانع منفاخي، منظومة لمنع الاختراق، منظومات كاميرات حرارية، وأيضا قوات تم تموضعها بشكل كامل ومخطط له من أجل تأمين الحدود لا سيما مع الجانب السوري. وبالتالي ما يحصل حاليا من تطورات أمنية في سوريا لن ينعكس سلبا على العراق في ظل ما يتحدث به اليوم القائد الأمني هنا في قيادة قوات الحدود وأيضا السلطات الأمنية للحكومة العراقية بشكل كامل. هناك تطمينات تم إيصالها للشارع العراقي للمواطنين، وأيضا استعراض للخطط الأمنية بأن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تأمين الحدود، متابعة هذه التأمين، أن ضرورة أن يكون هناك تحصينات كافية تتعاطى مع التغيرات الأمنية الحاصلة في الجانب السوري. وبالتالي هذا ما يترجمه اليوم حاليا، يعني نتحدث عن اجتماعات أمنية متواصلة، جولات مستمرة. إذا كانت فيما يتعلق بوزارة الدفاع، اليوم وزير الدفاع صباحا كان متواجد في سنجار في قطاع عمليات غرب الأنبار مع عدد من القيادات الأمنية. أيضا هناك اجتماعات مستمرة منذ يومين فيما يتعلق برئاسة أركان الجيش، قيادة العمليات المشتركة، قيادة القوات البرية، وبالتالي مختلف الصنوف الأمنية اليوم تترجم توجيهات القائد العام لمتابعة ما يحصل حاليا في سوريا، ومن أجل ضرورة تأمين الحدود العراقية ومنع أي تطورات أمنية قد تنعكس سلبا على الدخل العراقي. نعم، طيب بدر، من أبرز الإجراءات الاحترازية المتخذة في تأمين الحدود كما تحدث بها الناطق باسم وزارة الداخلية؟ يعني العميد مقداد ميريا يتحدث عن تفصيلات تتعلق بالخطة الأمنية التي تم رسمها من قبل سنتين عند استلام الوزير عبد الأمير الشمري للوزارة، وزارة الداخلية، وبالتالي تم وضع أولويات للبرنامج داخل وزارة الداخلية. إحدى هذه الأولويات المهمة هي تأمين الحدود بالإضافة إلى المخدرات، وبالتالي شرعوا بخطة تنفيذية منذ سنتين تضمنت وضع خندق طوال الحدود العراقية، وأيضا فيما يتعلق بالجانب السوري بشكل خاص، ونتحدث عن أكثر من 600 كيلومتر، بالإضافة أيضا إلى جدار كونكريتي، مانع منفاخي، منظومة، هناك تم وضع منظومة كاميرات حرارية ترصد جميع التحركات من وإلى العراق في حال حصلت بعض التسللات، أيضا نتحدث عن كاميرات، منظومة اختراق. وبالتالي هذه الخطة الأمنية استعرضها المتحدث باسم وزارة الداخلية مع الفريق محمد سكر من أجل إيضاح الصورة بشكل كامل، لا سيما في ظل الحديث لا سيما عند مواقع التواصل الاجتماعي بوجود لغط تخوف، وبالتالي أتت الرسالة تطمينية توضيحية من قبل قيادة قوات الحدود بالإضافة إلى المتحدث باسم وزارة الداخلية من أجل إيضاح الصورة بشكل كامل وإيصال رسائل للمواطنين، وأيضا ترجمة لما تحدث به القائد العام للقوات المسلحة. نعم، كل الشكر لك بدر الركابي مراسل التغيير في بغداد على هذه التفصيلات.